تخيل بالي الموتور هو اللي غادي الغرض هو اللي هزنا رجلينا ايوا سير مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء كما كتشوفوا معنا هذا السيد هذا اللي هو مريض بالسكري قطعت ليه رجله والموتور اللي كيمشي به مع الاسف خسر ليه والطلب ديال الوحيد انه بغى شي حد اللي صايب ليه هذا الموتور هذا باش يرجع غير الاصلاح وقال غير الاصلاح راه عنده موتور وبغى غير يتصلح هذا الشيء اللي كيطالب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بخير الحمد لله الله يعزك يعطيك عاوزين على المرض ديالك السكري المهم مرض سكري كنت جات جاري ما كنتش عالم عليه ما كنتش عالم عليه وكنت كناكل كل شيء واحد المريض ملي مشيت هو يطلع لي السكر ملي مشيت هو يدقق وكان عندي واحد المسمار كيف من هذاك المسمار كيف كان باري المهم مع السكر ملي طلع السكر نفخات لي رجليا ما لقات مني تفست نفسات من داك المسمار كيف يا هادي بقيت نجري سير للسبيطار دير 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 فعل دير واحد شهرين ديال الجري سير لهنا سير لهنا سير لهنا سير لهنا في الاخر ملي ما بقى والو ما بقى حتى شي امان مشيت عند واحد الطبيب قال لك باقي عندك 1% يا هذيك دوني الدراري من هنا يجمعوا لي ودوني لواحد كلينيك قال لي باقي عندك 1% شنو هي 1% قال لي انا المهم غادي نبدا بركت واحد قول 3 جور في الكلينيك 3 ايام ونهار الرابع وانا نقول للطبيب خويا السلام عليكم حتى هذاك 1% ما بغيتهاش تبقى خويا يا هذيك وانا نحيد رجلي قلت اللهم حرك دقيقه ولا اللهم ولكن العذاب العليم والله خويا العذاب العليم بالله قسما بالله زعما فين تبان ديك الدرسه ولا فوق 5 في الدرسه اللي مجرب الدرسه الله يسر والله يشافي والله يعفو اللي مجرب درسه وحده فوق 5 ضربها ب5 داك الصداع الحريق اللي كاين وانا نقول طبيب خويا ايوا الحمد لله ملي حيدناها يا هذيك الحمد لله دبرنا على داك الميطين حتى انا هزو عليه رجلينا ولكن راه دابا خسر واحد البياس مع هو نيوز وقديم شويه ولاو البياس ديالو ما بقاش نوفو خصك راه بغيتي البياس ديالو ولا القريعه ولا اسمو تقلب عليهم خصك تقلب عليهم هذا هو المشكل ولا كلشي معلم اللي كيفهم لا خصك اوبليجي تقلب يقلبوا لك على البياسات باش كذا كذا هذا هو ملي تمشي عندو تيقول لك بياسة ب 20 الف فرنك 25 الف فرنك جوج بياسات توصلوا 45 الف فرنك اما الا بغيت تصايبو دابا حيت خلع حيت انا شويه دابا غادي يوصل شي 1000 درهم ولا 1500 درهم باش يتصلح كله بحال هكا باش يتصلح والله الا خاسر دابا بالله ماشي في استطاعتك والله ما عندي والو بحال النعناع النعناع ما بقاش داك الشيء اللي تنعرفو النعناع النعناع يلا بليت فيه وخصك باش غادي دير الكليير خصك ما يوم الاولوع وانت انا خدام في السويقه في السويقه عم غطي خصوري شنو هو النداء ديالك الناس اللي كيشوفوا النداء ديالي هو الله يرحم ديك اللي استطعت وبغيت نصلح انا ما تطلبش بغيت موتور جديد ولا باغي لا 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 اللي صلحوا لي يجي يدير السيكليس هو يتفاهم معاه ما يعطي ما باغي لا فلوس ولا يديها الموتور سيكليس يصلحوه شي لي طن شي لي طن ما طلب والو شنو هي نمرة التليفون ديالك؟ التليفون ديالي 006 05 85 37 51 تقريبا شحال المدة انت باش هادي شي 5 سنين هادي واقيلا ولا 6 سنين بس قطعت رجليها 5 سنين شي 5 سنين ولا 6 سنين كدير الكروسة ساعة وما يدبروا لي الدراري على هذيك اسمو قالوا لي كاين واحد السيد جمعوا لي بالصيف والله راه جمعوا لي بالصيف دوك الروايد ديال اللور يا هذيك وليت خدام به انا قلت بيه بخير بيه يعني كما يقولوا بيه باش كتهز رجلات ايوا باش نمشي نتسوق تنمشي للسوق ديال النعناع بيه مثلا جيب لها معاه هوندا موتور بغيتي تجيب من تما لهنايا خصك 50 درهم تنجيبو عليه تنجيب النعناع على الموتور ديالي السلعه ديالي عليه يبقى ملك الخير هادي هو
50 درهم تجي على هو راس المال ديال النعناع 60 درهم وتجي 50 درهم 70000 بريه وشحال غيتصور فيه كاع؟ هي غير بدل الحفاظ قلب اللعب صافي الله يصافي صافي ان شاء الله الله مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة مدينة الدار البيضاء السيد اللي هو طبيعة الحال مريض كان مريض بالسكري ومازال مريض بالسكري وقطع رجليه طبيعة الحال الرجل الثانية حنا نقدروا شي نبينوها كما كتشاهدوا معنا كيطالب الحاجة الوحيدة كيطالب انه بغى الاصلاح ديال الموتور ديالو اللي عنده هذه هي بغى يصلح الموتور ديالو ما طلب حتى شي حاجة حنا كنتمناو من الناس اللي استطاعتهم انهم يصلحوا له الموتور ديالو يصلحوا ليه صديقة جارية كما قلتي الرقم ديالو حنا حطيناه في لي كومونتير وغنعاود نقولو انا مدوري 0605 85 37 51 مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر بقى نقولكم تبقوا على خير على امل تلتقي بكم بث اخر بحول الله الى اللقاء.